كمان الطريق الدائري بين المحلة وسمنود المنصورة حالته لا تسر عدو ولا حبيب. اكوام 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 من الزبال عليه بقت جبال، والمحافظة مطنشة. ولما قامت حريقة في الزبالة اضطرت المحافظة بقى تستعين ب 13 عربية مطافي عشان يطفوا الحريقة. طب مين اللي ساب الزبالة توصل لحد السماء؟ يا مسؤولين دلوني نعمل ايه ونروح لمين؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. فاصل ونعود.